قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. ضيفتنا لحلقة اليوم تبلغ من العمر 10 سنوات و8 شهور و29 يوم، تدرس في الصف الخامس الابتدائي، مبدعة في الرسم وخبيرة في الطبخ، حيوية ومنظمة وواثقة. والآن يلا نتعرف على الرائعة أسيل عبد العزيز الغنام. يا مرحبا، حياكم الله. وبقرا من الوسم اليوم، ترى اقرا لكم لو في عندكم اسئله لاسئله برضو انا حقرا منها، لكن حنروح مباشره لاسئلتنا. يا اسئل، عارف اسئلتنا صح؟ احنا خلصنا الماضي، الحلقه الماضيه، والان حنبدا بايش؟ الحاضر، شنطه الحاضر. طيب كيف ردت فعلك خلال الحلقه الماضيه صراحه؟ ردت فعلك ايوه، انا بسمع منك. ايوه يعني عادي، بالعكس انا كنت مبسوطه. أيوة. يعني حسيت اني راح اشتهر. و جاتك ردود افعال؟ يعني اقصد يعني جاتك مثلا كلام معين، جاتك رسائل؟ اي، من أيوة. خوالي، خالاتي، صديقاتي. أيوة. ايش قالوا لك؟ قالوا بالمجمل، اعطينا مجمل. ايوه، قالوا واضح انك كنت مهرجه وكان شكلك كيوت و واليوتيوب ايش قالوا؟ في ردود تعليقات في اليوتيوب شفتيها؟ ايه، الناس مبسوطين ترى كثير. انا والله شفتها. وما شاء الله تبارك الله عليك، الله يحفظك. انت ما شاء الله مبهره، يعني ما شاء الله بعمرك هذا، بحديثك هذا، وبطلاقه لسانك، وبتعليمك، تبارك الله. لاجل ذلك احنا كنا حريصين تكونوا معنا حلقه اليوم. يلا معنا 10 دقائق ونكمل سريعين. يلا، تعرفين بنتين اسمهم الين ولينا؟ ايه. مين هم هذول؟ هذول صديقاتي. صديقاتك، ايش المميزات الحلوه اللي في صديقاتك؟ دائما يساعدوني اذا يعني احتجت المساعده. وزي آخر مرة كان عندنا واجب عن مشروع زي البيئة، ويعني أنا وألين فكرنا أن نسوي زي الفيديو وسوينا، وأستاذة ما شاء الله يعني فرحت وانبسطت وكذا كذا. ترى أنا خايف أطيح من الكرسي والله، عشان كذا أركز وأسوي كذا. طيب أنا في شيء عرفته عنك، وهو صراحة شيء مرة جميل وحبيته. وش؟ أنه أنت إيش توقعين أنت؟ ما أعرف. لا تشوفين والله ما ادري، ما اتوقع. لا ما شاء الله. وترى الامانه انا حبيته فيكي، وهو واضح من شخصيتك، يعني كاركتر شخصيتك كذا يقول انه هذا الشيء المفروض يكون موجود فيكي. توقع ايش هو؟ ما اعرف. انك انت دقيقه جدا ومنظمه، صح كذا؟ ايوه طبعا، منظمه في الوقت. ومره يعني اذا عندك بالساعه بكذا بكذا، حتى لدرجة قبل شوية ترى قاعد أقول لها عيونك أنت نايمة، تقول لها موش نايمة، بس إنه إحنا طولنا في الطريق، غريب يعني ساعة تقريبا أخذنا في الطريق، طولته صح؟ فأنت مستاء إنه والله الطريق طويل صح؟ شوي أخذ من وقتك. لا معك حق والله. طيب الصفة دي اكتسبتيها من مين؟ ما أدري، حسيت يعني حسيت إن الترتيب والتنظيم شيء جميل وينظم الحياة، يخليها أسهل وكل شيء تقريبا. يعني هذا الشيء استوعبته فعلا في هذه السنه، يعني قبل ذيك السنوات ما كنت مستوعب هذا الشيء، قلت عادي مو لازم يكون كل شيء منظم مرتب. لا الحين والله لو يفسد شيء واحد اموت صراحة. لازم كل شيء منظم و... لازم. وبرافو عليك، واستمري كمان انت. طيب في الان سؤال، هذا السؤال ترى مو بنا اللي كتبته، ولا ما ادري من فين جايبينه الامانه، بس انه واضح انه في علاقه في موضوع الكلمه دي تزعلك او ما تزعلك، ماني عارف. كلمة بثرة ايش معناها؟ كثيرة الكلام. طيب ليش ضحكتي في البداية؟ ما ادري، يعني انا ما ادري، واحد قال لي انه الكلمة دي الحين تزعلك او قد احد قالها لك ولا شيء؟ يعني يقولون لي ازعل احيانا واحيانا لا. ما اتوقع اللي يعرفك يقولها لك، اتوقع اللي ما يعرفك يقولها. لا بالعكس، والله العلي العظيم لو انت بثرة ما جبناك حلقتين، انا اؤكد ذلك. لا عشان يعني كلامك ممتع وكلامك والله مفيد وعقلاني وما شاء الله. مو كذا يعني، انا لو كنت قدام ناس ما اعرفهم او يعني حتى لو اعرفهم عادي اصير بثره، بس زي الحين ما اصير بثره عشان لا لحظه لحظه سيري سيري. ايش معنى بثره؟ كثيره الكلام بس كذا، هذا معناه صح؟ ما انا كثيره الكلام، انا اشوف انه واحد بالعكس مو كثير الكلام، بس انه اذا طلب مني الحديث فانا اتحدث، فهي طلب من الحديث. واتوقع انت في المجالس اللي تقال عنك احيانا، اذا في واحده مثلا لا تزعلي بقول الكلمه دي والله تكرهك او كذا، او متحسه منك، او انت افضل مثلا من بنتها او كذا، وقالت لك كلمه بثره، هل انت تحدثتي بدون ما يطلب منك؟ في الغالب ايه اتحدث.
يعني تقولي بثرة وكذا وانا ساكتة. لا 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 تكلم بدون قبل ما انت يعني قبل ما تقول بثرة بثرة هي ليش قالت بثرة؟ هل انت تحدثتي في نفس اللحظة تحدثتي قبل ما تتكلم ما يطلب منك الكلام؟ اذا كنت مثلا في عزيمة او كذا غالبا ما اتكلم، بس لو كنت عند بيت خوالي كذا هذه اي شيء. حلو، هذه جلسة عادية وعامة يعني. طيب الان بروح للسؤال اللي بعده. ما شاء الله انت تألفي قصص وعندك شيء كتبتيها؟ قصص انا شفتها الحلقه الماضيه، بس انت كتبتي ايش؟ كتبتي قصص ثانيه؟ ما كتبت غيرها بس اللي هيك وين اشوفها؟ في البيت. في البيت ما جبتي، بس شفناها الحلقه الماضيه تكتب قصص ما شاء الله. طيب انت كيف تكتبيها؟ في اجواء خاصه في كتابه القصص عندك؟ لا عادي اي اجواء، اغلب الاجواء اللي احبها يعني اللي تكون كيف يعني احب مثلا ان اكتب قصص والناس نايمين حولي. والناس يعني الناس يقولون قصص على الناس ينامون، انت تكتبين قصص هم نايمين؟ ايوه ادري احس اول ما يقومون يعني احب اني يا اقوم مبكر او مثلا اسهر في كتابة. طب انا اقول لك ليش؟ لانه انت تحبين الهدوء. انت انسان شوف ترى شخصيتك واضح انها شخصيه صح، انت ما شاء الله تسولف لانه عندك محطة. لا من قال اني شخصيه هذه؟ بالعكس. لا عندك، انا لسه بقول لك عندك حصيله كبيره فتتحدثين بها، فانت مش يعني لا والله مثلا هريجه ولا لا لا لا، عندك حصيله علميه فتتكلمين فيها، عندك حصيله في امور كثيره. هذا واحد. اثنين منظمه وتحب وملتزمه في الوقت ما شاء الله عليك. اي طيب. فغالبا منظم كذا يحب الاجواء الهادئه وقت الكتابه، يحب الاجواء الهادئه وقت القراءه. لا اذا كنت يبدا ينفرد على خلق الله. هذا اتوقع تحليلي الشخصي لك. اي احيانا، بس احيانا لما اجي اقرا احب الازعاج. تحبين الازعاج؟ احب احد يزعجني وانا اقرا احيانا. طيب. اشياء غريبه عندها، غريب تحب تكتب والناس نايمين وتحب تقرا وعندها ازعاج. اعرف ناس والله اخوي اذا يشوفني صالح، اعرف ناس اذا جو ينامون يشغل التلفزيون يرفع الصوت. ها؟ اعرف ناس اذا جاي ينام يشغل التلفزيون يرفع الصوت، واذا كان في مكان في فندق مثلا، ما مو فندق، حتى مره جاء عندي ونام غرفه ما فيها تلفزيون، شغل اليوتيوب وقناه وحلقه كامله ورفع الصوت وخلاه جنبه ونام. جيت انا عنده حنيت على طفيته صحي من النوم. احيانا اقسم بالله ترى جد صالح يتابعني، مهندس صالح اخوي كذا يصحي يقول لي ليش طفيته؟ قلت له شفتك نايم، قال لا انا نام عليه. طيب وانسدح نام. طيب الان ها؟ قد صارت لك؟ تقرأين انت بالازعاج. طيب انا اروح لاسئله ايش؟ المستقبل. طيب هذه شنطة المستقبل الأسيل لما تكبر تكون شخصية. يعني شوف أنا الأمانة كلمة حق، أنا أرى ذلك فيك الأمانة. أنت ستكونين بإذن الله شخصية مؤثرة إذا كبرتي، صح كذا؟ مؤثرة في المجتمع. وأنت تتمنين الشيء ده؟ طبعاً. فين حابة تكوني مؤثرة في المجتمع في أي مجال؟ صراحة للحين ما قررت، بس ما أدري، أحس في مجال اللي يمكن ما اعرف، والله ما اعرف ما يعني ما في مجال معين مثل مجال علمي مجال. لا العلمي مستحيل. العلمي مستحيل؟ مستحيل. هو اللي انا اشوفه ما احبه. لا تقولي لي عاد موضة البنات الصغار ذا لان ما احبه صراحه. لا 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 العلمي انا فاشينيستا. لا وش فاشينيستا؟ اهتم بنفسك ودروسك ومذاكرتك وشدي حيلك. لا مثلا يعني مثلا ما اعرف يعني مؤثره في يمكن في الاطفال، مؤثره في ممكن تأدي دورات في الإلقاء، دورات في الكتابة، في الإلقاء، في الرسم، في أنا قصدي زي كذا إبداعاتك الموجودة عندي، حب القراءة، أشياء كثيرة. تكتبي قصص تعلمينهم كيف تكتبون قصص والناس نايمين أو الناس يبغون ينامون. كيف تعرفين الناس إنهم يبغون ينامون تقربين الكتب والأوراق منك عشان تكتبين؟ لا يعني ما تفهم. طيب أوكي خلاص أنا آسف. هاي تقول جود، تقول أهلا بالجميلة أسيل العسولة ما شاء الله وهتهبل بسم الله عليها جميلة عسولة. هذا لما محمد كاتبه. هاي تقول سؤال لأسيل، أكثر كتاب قرأتي وعجبك وشو؟ أنت نجمة اجتماعية، تحدثت عنه الحلقة الماضية. حلو، اسمه إيش؟ أنت نجمة اجتماعية. أنت نجمة اجتماعية، اقرأوه حبايب الأبطال، البنات اللي الأولاد اقرأوه ها. طيب الآن نروح للسؤال الأخير. لو عندك واحدة من صحباتك تعصب بسرعة ولما تعصب تصرخ وجه صوت عالي كذا وتتفلت عليك، كيف تعالجين الموضوع ده صراحة؟ صراحة هو ما قد صار لي، بس لو صار لي يعني
قد صارت لي يمكن وانا صغيرة. أيوه. اذا صار لي كذا مثلا صديقاتني يوشوني ازعل واحزن بفرقهم واحيانا اصيح. صحيح. لا لا كيف انا قصدي كيف تعالجين الموضوع ده مع صاحبتك؟ اقول لها يعني اقول لها ليه تعصبين وكذا. أيوه. وكذا وكذا واذا ما اقتنعت بكلامي ما قد احط لي هذا السؤال عشان افكر فيه اصلا. ابغاك تفكر حلو، ما افكر في الحلقه اليوم، فكر عادي. احنا نقول لها انه لا تعصبين، ونقول لك يا صح ولا لا، ونحاول نقول لها طرق انه كيف تهدي نفسها، وانه اذا في شيء ما عجبك يا اسيل تسيبين المكان اللي انت فيه بس بدون ما تعصبين بدون ما تصيحين، تروحين تتوضين يا اسيل وترجعين وانت هادية ورايقة يا اسيل، وتقعدين حتى ما تصرخين على اهلك يا اسيل، حتى لو اهلك زعلوك يا اسيل ما تصرخين بقوة، عادي تهدين شوية وتروقين وتقولين والله ممكن هم قالوا الكلام ذا لي، فاهم كيف؟ يعني ناخذ اتصال مع اسيل. الو السلام عليكم اسيل، كيف حالك؟ الحمد لله. الكلام ده موجه لمين؟ اي كلام؟ هذا الكلام موجه لك. اي كلام؟ انت اذا عصبت تصيحين. اوكي. لا ما اصيح. ها يعني صارخين؟ ايه اصرخ بقوه. صارخين بقوه؟ طيب ليش؟ الامور سهله. ما ادري يطق فيك عرق يا بنيتي، يطق فيك عرق وتشيبين بدري ليش؟ طيب وش هو اللي تشيبين؟ طيب ممكن اخلص بسرعه عشان ما اشياء ودي خلصوني ايش؟ يعني ما عجبك الموضوع؟ ايه يعني ما عجبك النص كذا على طيب اوكي وجنبني النصيحه تبي الجماعه. طيب بس الكلام جميل، الكلام جميل. طيب الان عندي حاجه اخيره، سمعت كل شيء من طبعا انا شفت كل شيء منك، وهذا حاجه اخيره كتبتها هنا. مواهبك ما شاء الله، عندك موهبه بالالقاء والتقديم. ايش رايك تختمين بالالقاء؟ اختم بالالقاء وريني الاشياء اللي عندك يلا. وبجيب الشيء انا كمان. يلا وريني الاشياء اللي عندك يلا. هذه عندي هنا شهاداتي. ايوه يا سلام. عندي هذه شهاده، في شهاده هذه اكثر شهاده يمكن كنت فخوره فيها. تبارك الله. هذه لاني شاركت في مسابقه في الحجر. مسابقة عن الحجر ما شاء الله، برافو. وايش كمان؟ اعطينا كمان، اعطينا كمان. هذه كلها وعندي بعض ايش فيه، وهذه هذه صوري انا واخواني. عادي عادي صور يعني ليه ما شاء الله. وهذه ايش رسمات لك؟ ترى الوقت انتهى، باقي دقيقة بس او اقل من دقيقة. يلا اوكي عشان بس بروح اجيب لك الغرض. وهنا صوري يعني وري المشاهدين، وري المشاهدين بروح اجيب لك الاغراض انا بسرعة. وري المشاهدين بسرعة يعني. هذه بسرعة صورة، وهذه وحدة. ايوه عشان اصلا انا عندي مشاركة. يا سلام يا سلام. ثنتين ثلاث يتكلم ايه اربع. حلو وريني الصور. لا حبه 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 كذا. شفتوا الامور دي؟ هذه انا واختي. هذه ما شاء الله تبارك الله. طيب انت بما انك جبتي لنا الصوره الجميله هذه صراحه احنا، وجبتي لنا اعمالك الحلوه. طيب دي في شيء لحظه اقول حاجه، لحظه اقول حاجه. وجبتي لنا شوكولاته والله، ترى احنا اوفرنا معلش عذرينا لانه الوقت انتهى. فهذا هذه مكرونه لك، تفضلي تفضلي. انت تحبي المكرونه صح؟ لا شكرا. احنا جبنا لك مكرونه. طيب في شيء اخير تبغى تقولين للساده المشاهدين؟ قولي بسرعه يلا. ايوه عندي مشاركه. بسرعه قولي يلا، قولي بسرعه عشان نختم. يلا مع السلامه يلا. قولي لنا. والله ما اعرف شكلي ما راح اقولها. ليش؟ قوليها قولي بسرعه. اوكي. هو زي المشاركه القاء. قوليها يلا، قوليها قوليها بسرعه يلا. كتاب الله لي نور بفيض منه يغمرني، كتاب الله لي نور بفيض منه يغمرني، أنا الإسلام أدبني وبالإيمان كرمني، فعشت العمر هانئة بعيدا عن لظى الفتن، بإسلامي سمت روحي وصمت بشرعه بدني، كتاب الله لي نور بفيض منه يغمرني. ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافيه يا اسيل، ما قصرتي وبالعافيه عليك المكرونه. شكرا لك ان جيت معنا حلقتين رغم انه المكان بعيد جدا. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال، لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب بالمقطع.